أهلا مشاهدينا من جديد. من أول شهر رمضان بنعرض مواهب شابة في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية. النهاردة بقى معانا صوت مميز في قراءة القرآن بأحكامه وتجويده وكمان في الابتهالات الدينية. ده حقيقة منا، يمكن زي ما قلتي من أول شهر رمضان وإحنا بنعرض أصوات يعني ملائكية في القراءة وفي الابتهالات تحديدا في الأيام المباركة للعشر الأواخر من رمضان. حبينا إن يكون معانا صوت ملائكي وجانب من يعني الإنشاد الديني والابتهالات. خلونا نرحب بالشيخ محمد عبد الكريم القارئ والمبتهل اللي منورنا في الاستوديو في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أهلا وسهلا مرحبا، ربنا يحفظك يا رب. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية احنا هنخلي المايك جنبنا لغاية ما نبتدي القراءة، قراءة القرآن والابتهالات، لكن احنا دلوقتي عايزين نصبح عليك وعايزين نعرف البداية ابتدت ازاي مع الصوت الملائكي اللي احنا واحنا قبل ما نطلع هوا على طول كنا بنسمع تست كده كان ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيبين والمشاهدين بخير. أنا من قرية مشتول القاضي مركز الزقازيق محافظة الشرقية. بدأت حفظ القرآن وأنا ابن الخامسة من عمري وأنهيته وأنا ابن السادسة من عمري، يعني في سنة كاملة. وكان هذا بفضل الله تبارك وتعالى. حفظ القرآن كله في سنة؟ في سنة كاملة. من عمر 5 سنين لـ6 سنين؟ من 5 سنين لـ6 سنين، سنة كاملة ختمت فيها القرآن بفضل الله تبارك وتعالى. ما شاء الله. وكان ده طبعا على إيد شيخ كتاب القرية عندنا الشيخ عثمان المسلمي. وطبعا ده بيرجع الفضل بعد ربنا لوالدي ووالدتي، يعني اللي بشكرهم طبعا وبحييهم. يعني والدتي دايما كانت حتى وأنا جنين في بطن أمي يعني كانت تقول اللهم إني وهبته للقرآن الكريم، وكانت يعني تاخدني وكان لا يهمها برد ولا يهمها مطر ولا يهمها أي شيء، هي وهباني للقرآن. وكان القرآن ده يعني الحمد لله ولا زال هو الدافع ونقطة الانطلاق. التحقت بالأزهر الشريف وكنت أول الجمهورية في الصف الثالث الثانوي، وكرمت حينها من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. التحقت بكلية أصول الدين قسم الدعوة الإسلامية بالزقازيق وتخرجت منها عام 2015 بتقدير جيد جدا، وأنا حاصل على درجة الماجستير في الدعوة الإسلامية من كلية أصول الدين جامعة الأزهر وإمام وخطيب ومدرس بمديرية أوقاف الشرقية. طيب عاوز أعرف بقى حضرتك يعني عامل دكتوراه في قراءة القرآن. نعم. إزاي؟ أنا أحاضر في مادة آداب وسلوكيات قارئ القرآن الكريم، وده مهم جدا. أنه قارئ القرآن الكريم مهواش بينقل كلامه خلاص، لا، دايما مهواش مؤدي فقط. نعم، دايما يتعلمنا من مشايخنا أن العبرة ليس بما يخرج من فمك في تلاوة القرآن الكريم أو من تلاوة القرآن الكريم، لكن العبرة هل وصل هذا الأداء وهل وصلت هذه التلاوة إلى قلب وعقل من يسمعك؟ ما هو أنت لازم تأثر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ليه يا رب أنزلت القرآن بقى؟ شوف تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، حتى الجلد بيعمل إيه؟ بيخشع وبيقشعر. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قارئ القرآن إن لم يكن متخلقا بأخلاق القرآن متأدبا بآدابه فلا فائدة منه. شوف السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما سئلت عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني إيه؟ يعني كل حركة وكل سكنة من حركات سيدنا النبي ومن سكنات سيدنا النبي كانت قرآن. فده اللي لازم نهتم به، مش أنا قارئ وخلاص. لذلك أنا يمكن بعد إذن حضرتك فضل. من الناس اللي نموا موهبتي جدا في تلاوة القرآن حتى واللي علموني ولهم الفضل عليا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاووطي. طبعا القارئ المعروف، طبعا غني عن التعريف. غني عن التعريف. دايما كان يقول لنا وهو بيعلمنا في معهد الطاووطي، القرآن اتخذه في حياتك رسالة ولا تتخذه مهنة. بالمناسبة زميلنا محمد الشاذلي كان عامل يعني سلسلة من الحلقات. نعم. من خلال يعني، وأنا شرفت أن كنت فيها يعني، فعلا ده شرف لينا. يعني ده يعني ده إن دل على شيء فإنما يدل على أنه فعلا يعني القناة الأولى والفضائية المصرية والتلفزيون المصري عموما وبرنامج صباح الخير يا مصر مهتم بالقرآن وبأهل القرآن بالفعل. احنا تعلمنا من الشيخ الطاووطي الكثير
تعلمنا منه أحكام التجويد، تعلمنا منه مقامات الصوتية، تعلمنا منه آداب وأخلاق تلاوة القرآن الكريم. صحيح. عشان تعرف حضرتك بس إن أنا كنت طالب الأول في أول دورة من دورات المعهد، وامتد طموحي إلى أن أصبحت الآن محاضراً في المعهد الذي كنت طالباً فيه في أول دورة. ما شاء الله. وأدرس كما ذكرت آداب وسلوكيات قارئ القرآن الكريم. يعني الشيخ الطاووطي ومعهد الطاووطي برضه لهم في حياتي فضل وقيمة وقامة كبيرة جداً. خرجنا 18 دورة بإذن الفضل الله سبحانه وتعالى كلهم من حفظة القرآن الكريم. خلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر، لكن خلينا نستهل الفقرة بآيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. يعني الله يفتح عليك. صدق الله العظيم. الله يكرمك. وواضح ان في تاثر بمدرسه الشيخ الطاروطي. يعني لا، انا طاروطي عشقا ودما ولحما وكل ما املك، لان الراجل ده في حياتي قيمه كبيره، في حياتنا كلنا، في حياه الأرض. تعلمنا منه الاخلاق القرانيه قبل ان نتعلم منه فن الاداء. صحيح. وصوت عذب يعني ربنا. طيب عاوزين نعرف من حضرتك يعني ايه هي يعني ازاي القارئ يكون عنده اتقان في تلاوه وقراءه القران الكريم. اول شيء يتعلم أحكام التجويد، لأن أحكام التجويد عاملة زي الأساس اللي بنبني بيه البيت. هل ينفع دلوقتي عايز أبني بيت ينفع أبنيه من غير عمدان؟ ما ينفعش. صح؟ طبعا. هل ينفع أهتم الأول بالسيراميك والبلاط والكلام ده قبل ما أعمل عمدان؟ ما ينفعش. فورتل القرآن ترتيلة، أمر من ربنا لسيدنا النبي. وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لما سئل عن ترتيل القرآن قال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. أحكام التجويد، أقف فين وأبدأ منين وغن فين والغنة كم حركة، لأن احنا بنشوف دلوقتي اختلط الحابل بالنابل للأسف. وشوف يعني أحكام التجويد دي أهم شيء. تاني شيء، المدرسة المصرية في قراءة القرآن بتدي فرصة للي بيسمع القرآن، تحس إن هو عنده فرصة أنه يسمع ونعيد ونشوف في الآيات. الخشوع بيبان، الترغيب بيبان، الترهيب برضو بيبان. أنت عارفة حضرتك زمان
كانوا آبائنا يقول لك إيه؟ الشيخ ده حسه حلو. صحيح. ما كانش يقول صوته حلو. أيوه. إيه حسه حلو دي؟ ما هو زي ما حضرتك قلت كده، الإحساس. زي ما حاجة. أنا دلوقتي ودي فايدة المقامات الصوتية بقى تاني حاجة، أنا دلوقتي بقرأ آية زي ما أستاذتنا قالت فيها مثلا جنة، فيها ترغيب. هل ينفع بعد إذن حضرتك مثلا أقرأها بالعذاب مثلا كده؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء. عندنا مقام صبا لأنه بيتكلم عن إيه؟ عن الترهيب والعذاب. نعم. تعالوا بقى نشوف الجنة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. في فرق ولا مفيش؟ ده اسمه نهوان. ناس رايحة. إن أنا برغب. لما أجي مثلا أقول وللكافرين عذاب أليم، تلاقي واحد مثلا حزين وهو بيقولها وبيقولها بمقام صبا. الله، هو أنت زعلان على الكافرين؟ لا، أنا لازم أقولها بمقام مثلا حجاز، إن أنا يعني بقول وللكافرين عذاب أليم، هم يستاهلوا الإيه؟ ويمكن طب ده بيجي منين؟ صحيح. من المقامات الصوتية، المقامات وفهم الكلام. يعني لابد التفسير يكون حاضر قبل أن أنا أنقل الكلام فقط. أنت عارف حضرتك دلوقتي حاليا وحضرتك بتقدمني دلوقتي أنت أستاذتنا الكريمة، حضراتكم بتتكلموا بالمقامات دلوقتي. يعني أنا دلوقتي أهو لما بقول مثلا إحنا المشاهدين الكرام يتابعونا واحنا بنقول مثلا ان القران ده اسمه بياتي، بنتكلم كده بياتي. لو انا مثلا، لو انت حضرتك بتقول لابنك مثلا ما تذاكر بقى، الله، انت بتامره أمر. ده اسمه عجم. صحيح. بنسميه قانوني. طب لو انت بقى هتحن عليه، يا ابني ذاكر، ابن انا عايزك تنجح وعايزك تبقى كويس، ده مقام تاني. يعني حتى المقامات احنا بنستخدمها في الكلام. صحيح. نفسه، فما بالكم باشرف كلام واعظم كلام واطهر كلام القران الكريم. خلينا ناخد نسمع يعني حاجة بمقام بقى يبقى فيه ترغيب وليس ترهيب. حاضر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يعني حقيقي ربنا يفتح عليك ويبارك لك، واحنا مستمتعين، مش قادر اقول لك ازاي بهذه الفقره تحديدا، يعني وجودك معانا. لكن عاوز اعرف بقى، بتحب يتقال لك شيخ ولا استاذ ولا دكتور بما انك بتحاضر؟ يعني خادم للقران الكريم، خادم للقران. تواضع العلماء وانكار ذات. والله ما تواضع ولا شيء، لكن شوف حضرتك، القران ده ما راينا الشرف وما راينا العزه وما راينا الرفعه الا بالقران الكريم. شوف، يعني أنا ولدت هكذا يعني كفيفا، وأعتبر هذا من نعم الله تبارك وتعالى علي. ودائما يتردد في أذني حتى من وأنا صغير قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يقصد عينيه فصبر عوضته الجنة. فهتعب في الدنيا شويتين لكن أخرتها جنة. القرآن يعني أي هم أي كرب يجي للواحد تلاقي الواحد بدندن كده بكتاب الله. ذلك أنا من هنا من تلفزيون المصري الجميل بوصي الشباب والفتيات وبوصي الآباء والأمهات
القرآن مش في رمضان بس، صحيح رمضان يعني نزل فيه القرآن، لكن احنا القرآن معانا على طول. فاهتموا زي ما بنهتم بالدروس الخصوصية وبنهتم بالمواد التانية، وده شيء جميل، حثنا عليه القرآن وحثنا عليه الأحاديث، لكن القرآن هو الأصل، هو صحيح. اللي هيسعد أولادكم، هو اللي هيسعد بناتكم، هو اللي هيسعد الدنيا كلها. فربنا يا رب يردنا إلى القرآن ردا جميلا يا رب. طيب التحول اللي موجود أو القدرة على ممارسة حاجتين في نفس الوقت، الابتهالات الدينية وقراءة القرآن، وما شاء الله يعني احنا شفنا حلقة ليك مع محمد الشاذلي وكانت جميلة ومختلفة، والقدرة على الأداء قد إيه كان عذب وسلس. والله أنا يعني لست مبتهلا يعني أكاديمي، لكن أنا بدندن كده، لكن عايز أقول لحضرتك على حاجة، كل قارئ للقرآن يستطيع أن يكون مبتهل وليس العكس. القارئ احنا مرتبطين زي ما قلنا بأحكام تجويد، والغنة هنا حركتين ما ينفعش تبقى ثلاث، والمد هنا ستة ما ينفعش يبقوا سبعة، ما احناش لا يعني لا، هو كل حاجة بحدود. لكن الابتهال بقى انت بتعيشي وحضرتك بتعيش الـ 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 الجو نفسه. صحيح. يعني زي ما بيقولوا ايه، الغزالة سرحة، وما فيش احسن من يعني العشر الاواخر من أكيد. رمضان عشان الغزاله تسرح فيه. فيعني تحب يعني هقول نسمع ايه من الابتهالات الاقرب ليك في هذه الايام المباركه؟ هقول لحضرتك ابتهال حلو قوي كده بالمناسبه الجميله دي، احنا طبعا بنتحرى ليله القدر طبعا وبندعي فيها بقى وربنا يستجيب لنا، فنقول يا رب. ايه يا بارك الله فيك. الله يكرمك. طيب فكرة الحركة ما بين الابتهالات، لما بتقعد تدندن مع نفسك كده يا دكتور، بتقعد تختار حاجة معينة ولا حسب الوقت اللي انت موجود فيه، حسب شعورك، حسب الموقف اللي قدامك، ولا لا حسب المناسبة. المناسبة يعني احنا دلوقتي اهو زي ما حضرتك قلتي في العشر الاواخر من رمضان، هل ينفع اجي دلوقتي ابتهل مناسبة تانية؟ لا، لازم اكون عندي حصيلة من حفظ نصوص كتيرة يعني تكون في المناسبات كلها. مولد النبي له حاجات، مدائح في سيدنا النبي بقى والحاجات دي، رمضان له ابتهالات. احنا بس في ابتهالات بتبقى لها يعني رونق وقبول عند الناس وتعودت عليها، ومن جيل لجيل بنسلمها لبعض في واحنا بنسمعها وما بنحسش بالمناسبة غير لما بنسمعها. لذلك انا بحب المدرسة القديمة قوي في الابتهالات، يعني الشيخ محمد عمران، الشيخ نصر الدين طبار. الله. نشوف مثلا الشيخ نصر الدين طبار وسلاسته وسهولته. بس خد بالك كل اسم هتقوله كل اسم هتبتهله يعني عشان تبقى عارف. لا ده تدبيسه بقى. فراجع نفسك. يعني انا عاوز اقول لحضرتك بس ان الشيخ نصر الدين طبار كان بيقول بسلاسه قوي، ما كانش صحيح عنده يعني، هو كان دايما بمقام الصبر. يعني خلينا مثلا الابتهال اشهر ابتهال لي مثلا لما يجي يقول مثلا بس ما تختزلناش يا شيخ، سيبنا نستمتع يعني استفاضه كده. جل المنادي جل
والأوزاب جل المنادي ينادي 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 يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار. تدي انطباع يعني شوف حاجة سهلة اهي، لكن علمت عند الناس ولا ما علمتش عند الناس؟ طبعا ولاقت قبول عند الناس. لذلك انا بقول لحضراتكم الاخلاص هو السر، الاخلاص هو السر. ان لما الواحد يخلص لربنا كده ويكون عايش ومتعايش وحاسس باللي هو بيقوله سواء قراءه او ابتهال بيفرق. بيفرق. الشيخ سيد النقشبندي لما كان بيمدح في سيدنا النبي مثلا، وكان مثلا الشيخ سيد نقشبندي صوت اخر، الشيخ ناصر الدين طوبار كان بيمتاز بالايه بالاحساس لكن الشيخ سيد نقشبندي قوه صوت بقى ايه قوي ويجي مثلا يعني انا عاوز اسمع القوه دي من حضرتك، لان انا شايف ما شاء الله في نفس بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد. يجي مثلا يقول ايه لما بدا في الافق نور نور محمد كالبدر كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام نشر السلام على البرية كلها وأعاد فيها الأمن بعد زواله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أنا مبسوط، عارف أنت متسلطن زي ما بيتقال كده، وسعيد بوجود حضرتك معانا، وربنا يا رب يبارك لك ويثبتك ويعني يرزقنا حالة الرضا اللي موجودة عندك، ويعني المحنة اللي حولتها أو المنحة اللي بقت موجودة في حياتك. يعني بنشكرك لوجودك معانا في صباح الخير يا ناصر. وأشكركم وأشكر التلفزيون المصري، وكل سنة وأنتم طيبين دايما يا رب. كل سنة وحضرتك بألف صحة وخير. كل الشكر ليك الشيخ الدكتور محمد عبد الكريم القارئ والمبتهل، نورتنا وشرفتنا. الله يحفظك يا ست. شكرا.